لحتى نرجع بحيوية ونشاط أكبر على الشغل حتى من يلي كان قبل رمضان والعيد، خذوا مننا هالنصائح بعين الاعتبار. أول نصيحة وأهم خطوة هي محاولة ضبط مواعيد النوم، هالشيء أساسي وبتعتمد عليه جميع الخطوات التالية اللي رح نحكيها، والأمر صح ما له سهل وبيتطلب صبر طويل، لكن ممكن نساعد حالنا بأنه نتجنب مثلاً شرب المنبهات، القهوة، الشاي بالليل، ونبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي والموبايل قبل النوم بكم ساعة، ونبلش يومنا بفطور صحي وحمام منعش. هذا الشيء بيساعدنا لنتنشط. الخطوة الثانية التحضير ووضع الخطط المستقبلية. فوضع الخطط قبل العودة للعمل عامل مهم، لأنه الأشخاص يلي بيحددوا أهدافهم عندهم فرصة أكبر للعودة السريعة لمود الشغل والاندماج فيه. ومنقدر مثلاً نتصل بزملائنا اللي كانوا مناوبين وقت اللي نحن معطلين لنتعرف أكثر على آخر التطورات يلي صارت بالشغل، بالمعمل، بالشركة أثناء غيابنا، وطبعاً نجهز قائمة بأولوياتنا وين بدنا نبلش وين بدنا نختتم مهامنا. النقطة الثالثة، خلونا نستمتع بوقتنا بأول يوم عمل قدر الإمكان ولو إنه هاي الخطوة نوعاً ما صعبة. مثلاً منتواصل مع أصدقائنا بالعمل والزملاء ومنعرف شو صار بغيابنا، كيف أخباركم، شو طبختوا أول يوم عيد، شو عاملين، وين رايحين وين جايين، ونركز على الجوانب الإنسانية لأنه من شأنها تساعدنا على مواصلة عملنا بإنتاجية أكثر. رابع نقطة ونصيحة، يمكن هالنصيحة ما تعجب كتار ولكن اسمعوها مننا. خبراء بيقولوا أنه على الرغم من كون اليوم الأول للعمل بعد عطلة صعب ومرهق، إلا أنه البقاء لوقت إضافي بعد انتهاء الدوام ممكن يساعدنا بالرجوع سريعاً لأجواء العمل وبيخلينا نحيط بكل شيء راح علينا. خامس نقطة وأخيراً، ما تخلي الحماس يدفعك لتضغط حالك كتير بالشغل. هذا فخ بيقع فيه كتار مننا. خلونا نوازن بأول فترة بين وقت عملنا ووقت أسرتنا وأوقات تسليتنا، وتمهل قبل ما تبدأ بتنفيذ مشاريع وخطط ضخمة وكبيرة بأول فترة نحن رجعانين فيها على الشغل. هدي شوي، عرف شو المستجدات وركز لاحقاً. شو رأيك يا نور؟ حلوين، بس يا رب نقدر نطبقهم بس أول أسبوع لحتى نرجع نرودج، يعني مثل ما بيقولوا نرجع ننام بس بكير لحتى نفيق بكير. هي نومة إذا انضبطت مثل ما قلت وردي البقايا هنن قادرين نحن نحصلهم وبيكونوا تحصيل حاصل.